تعالوا نتابع مع حضراتكم حركة المرور في شوارع القاهرة، ونتابع طريق العروبة صلاح سالم. والنهاردة كيوم من أيام العطلة الأسبوعية، طبعا بنكون متوقعين إن الشوارع بالنسبة لنا في الخريطة يكون معظمها باللون الأخضر، ويمكن عرجنا شوية على الأسعار لكن هنرجع لها تاني بعد لحظات. ولكن دلوقتي بنتابع مع حضراتكم حركة المرور طريق العروبة صلاح سالم، بنكمل معاكم. بيتفرجوا على ده من الصبح. يعني عارفين، ايوه رحمة بتقول بيتفرجوا على تمانية الصبح عشان شايفة الخريطة قدامها باللون الأخضر، فدي سيولة مرورية. ولكن احنا دايما بنقول لما نلاقي الدنيا كده يا جماعة نحافظ على السرعات المقررة. النهاردة الصبح بدري كان في حادث أعلى كوبري أكتوبر، ولكن تم طبعا التعامل معاه سريعا وإزالة آثار الحادث، ولذلك ما أثرش على الحركة المرورية. كان الحمد أعلى لله. محطة أعلى محطة مصر، أعلى كوبري، أعلى كوبري. فبنتابع معاكم أهو كورنيش ماسبيرو، ورايحين على المحور، رايحين على مدينة الشيخ زايد كده وأكتوبر، توصلوا بألف سلامة. وطبعا يعني مش محتاجين هنا بقى النهاردة نتكلم ولا الطرق البديلة ولا ننزل بدري، رغم والله قدامنا اهو حتى الخريطة نورت. دايما اللي هو المصب اللي ما بين المحور ما بين الدائري بيكون فيه تجمعات كتير للعربيات، ولكن سريعا ما بترجع السيولة المرورية خاصة في يوم الجمعة، وتوصلوا بألف سلامة يا رب العالمين.